جمال لما تسمع ستار يتكلم على مساءلة البرلمان يقول بأنها ماهوش نفس البرلمان وربما برلمان الموالاة. ربما عندي رأي آخر، لأنه هو اللي يعالج هذه العجزات ويقبلوا بأن تكون ميزانية مثل هكذا، ميزانيات بقيمة كبيرة نقدية، ولكن في حقيقة ما كانش ما يقابلها من تقديم سلع وخدمات، وهذه القيمة النقدية لم تعد يعني بالقيمة الحقيقية اللي الجزائري يقدر بهذه النقود يعود على عائلته، على أهله بالمنافع اللي يحتاجها. ولذلك أظن بأن اليوم البرلمان حتى أكون موضوعي، أكثر من 60% ما هم فاهمين فيها ولا شيء في عالم الاقتصاد، ما يعرفوش الميزانية الباسيف من الاكتيف، ولذلك هما جايين يرفعوا أيديهم ومات الملك عاش الملك. ولذلك أظن من الجانب الاقتصادي دائما تلقى وزير المالية أو رئيس لجنة المالية على مستوى البرلمان دائما يزكى بمنصب آخر كوزير، ولهذا تلاحظ بأن معظم الوزراء اللي جاوا الوزارة كوزراء مشوا من هذا المنصب. ثانيا انت تقول لي كيفاش يغطيوا هذه العجوزات يغطوهم بقدرة الدينار او قيمة الدينار المنهارة، هذا هو الترجمة تاعها، ما كانش تغطية واحدة اخرى. المعدل العام للاسعار مرتفع جدا، الديناميكية بالنسبة لقيمتك كقيمة، لان في نهاية المطاف العملة هي عبارة عن سلطة في حد ذاتها للدولة أين كانت. أظن بأن اليوم ثم تقولوا بأنه طبع النقود الحاليين يطبع فيهم، لأن ما فيش خلق قيمة مضافة. أنا نتساءل لما يقول لك مثلا وصلنا إلى مستويات معينة من الناتج المحلي، وهنا نحط قوسين، هناك طريقتين لحساب الناتج المحلي، طريقة العملية الإنتاجية أو ماذا ينتج البلد محليا بقيمة العملة المحلية، هذه الطريقة الأولى. هناك طريقة ثانية واللي يحسبوا بها في مختلف الأنظمة، وهي طريقة الإنفاق العام. ربما رفع وتضخيم الإنفاق العام هو الذي سيؤدي بعدين إلى بعض النتائج والإنجازات نتاع أن الناتج المحلي الجزائري ارتفع، ومن ثم أظن وكأنها عملية مسبقة لإعطاء معلومات للجزائريين لأنهم تقريبا غير مثقفين اقتصاديا، ولذلك راحين يقولوا الناتج المحلي وصل لأن